من السبب دي هولندا مليون ينمسر من دي هولندا وغنغبو التمثيلية ينمسر من دي هولندا وسين دي ضنضي عراقيا دي ايرانيا دي صوماليا وجن قارت عنصورية غاسن التمثيلية ذاني تاسمون النوارنسة المغربيين زي 61 زي 59 قاين دي جروبا عاد وغاسن بول كلمة سنثمون من السبب اخي الكريم من السبب اوما من السبب بالمساجد المتفرقة من السبب الائمة نغ الدعاة نغ ويتشقف بوانيتا من السبب الجماعات نغ هذه تنفير من الاخرى من السبب اي ثمة ونشي انت عيش تحديات وكل نهار نقار الجرائد كل نهار نقار الجرائد من توقع عندي العالم من توقع عنده اوروبا تحديات اللي تواجهن ذي العقيدة النغ ذي العبادات النغ ذي المزيداوي النغ ذي المدارس النغ ذي الاسلام النغ نشي من نقا نرهان اقوايا ويا نرهان حكم خويا ويا ما يمين يظنظ شو غير قصة وتمزيانت الواقع اوروبا الارمن الارمن يعني غا جس سيرا عقدتوك يظنظ يدو فنغا هولندا يدو فنغا اوروبا يو مش مساني اثنين المجلس الاوروبي نعمسي ذوك جس الحقوق خالى حساب اعظم دولة في اوروبا اخ تركيا مش مساني مش مسار نهارا توارا في ديرات سيني صوماليين عراقيين لان حميد غرس غير مسر من كورج من يتشقف الجار غتغي ما تجي في نار رمضان عام سيد غير كاغاشي اللي لقوني وجبوا ديوا الجنار غتغي كورج من يجبذ كورج من يجبذ من السبب من الاسباب الفشل الامه الفشل اللي مسر من دي هولندا من الاسباب اننا اسأنا الكلام على الناس اننا نشي نتهمي وذن الطاس اننا نعملي وذن سوء الظن اننا كورجن وذن تويري طاف النغ وهو العدو النغ ولذلك غاية في مقاذي المعاملات ونشينا قنضي شهر رمضان عرنضان يتعلم اي نشا ضغياغ اخذينو ضغياغ السلوكينو ضغياغ المعاملة قش كذومة اكيش اختلفوا اكيش اختلفوا اكيش اختلفوا ذي الرأي ما كان مشكل يختلف عمر بن الخطاب ابو بكر الصديق خاز زين غمارة خيرة صحابة رسول الله ذير بعض المسائل الدنيوية نغل جانبية واختلف مش هذه العقيدة لان هنا عمّاس وستسيخ العقيدة ام الفرق دوسينا وانس عمّاس لان الصحابة رضو الله عليهم تغى تسقسن خل العمل الذي تغى تسقسن خل حاش خل العمل اخذ بنا الجنة والنار تسخ ثمرة اما يزد الرسول صلى الله عليه وسلم يسير الله عز وجل يسير صفات النص امنا بالله روحنا غتسع عماس يجوا صحابي وسيني غير الرسول ما مشي قوا فوس نصيد ربي لا ثغت الاول وذا وتقبير لا ما مشي قاث انت عجيب شو الصفات هذا نيتا عماس قال من توسل فلسفه هذا ماني النيل شخر خارق الامور مره فالصحابه رضوا الله عليهم الامور الجانبيه غاسم لكن حبنا يا وياه وغاسم بول حقدي ويا وياه مش مسار فيك مش الصحابة غيال العالم ومليار و 800 مليون مسلم وزمارة الدافع حقيق في الناس ما انت السبب ما غانغ الخلل ذي الكتاب ابدا حاشا وكلا ما غانغ الخلل ذي السنة حاشا وكلا غانغ الخلل ذي تنزيل الكتاب ذي تنزيل السنة غانغ الخلل ذي فهم الكتاب ذي فهم السنة غانغ الخلل ذي التعصب غانغ الخلال ذي التعصب الأشخاص ذي التعصب يوذاني الجماعات نويد المرض النغ ذاني تلغى أوروبا نويد المرض النغ نفس الأمراض صراعات سياسية صراعات ذي مصر سياسية نويد تدغى هولندا صراعات ذي المغرب نويد تدغى هولندا صراعات ذي تركيا نويد انتي الداني تغي من غيين ديني فاني عيش داخل المسجد الواحد أإخواني غيت في الإخوانية النس أتحريري غيت في التحريرية النس أتبليغي نتفي التبليغي ينس السلفي نتفي السلفي ينس أصوفي نتفي الصوفي ينس فكوري جتف وغيت انت مال الحزب تفي الحزب النس وغيت انت مال القبيلة تفي ليس فنقى الجماعة الطائفة ذي الحزب ذي الدولة فوق كتاب الله وفوق سنة رسوله صلى الله عليه وسلم السبب غان غيي فما فلذلك انت حوج نهارا نهارا باش تمون الكلمة انه التحديات أتمون الكلمة نغذانيتا أنا أعذر ذي المعاملة نغذي شهر رمضان باش ما غيفوق رمضان أتري غيا غي خفينو طيب من الضوابط ذي القواعد الساسن العلماء النغ ما رخص غنش الحكم خيو ذان لأن نشيني تعجيب أنا غنحكم خيو ذان وبعض المرض قاعد المرض
غير غير المرض يخص تعجبان غنحكم خيوذان ونشي نوجبوا الحكام شي نوجبوا القضاة ماشي الدعاة سيد ربي الدعاة سواء الإمام الداعيان يغتنوا قيم ذلك ما ريدنا دعاة إلا الله شي وجبوا القضاة القضاء وجبوا بفسنا ولا بفوس شن الجن القضاء أخذ غير ذنب النس وخاصر الإنسان تنتمى غشن إشن الفكر معين وزماغ غاس حكم غاس الضلال غمق غاس إقامة الحجة ولذلك يا إثماء عقبت غير كتب الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله لأن الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله التصنين وفي السنن تحارب انتقارك والدين هو شديد اللهجة على مخالفه قيقص حطاس روح في مسائل التكفير والتفسيق وشيخ الإسلام بن تيمية روح واش تفسق جملة جماعة طائفة معينة وخذ المعتزلة وخذ الروافض قالك راجع غانغ الفكر الفكرة الفكرة فكر ضال لكن صاحب النس راح دا بزوارو راح دا كيش كيش ناقشه كيش إقامة الحجة واخد النعاذ مرقي زي أهل العلم خدني تغص دغص يدير الكلمينو هذا من هذا شيخ الإسلام بن تيمية جبل السنة وإمام أهل السنة أحمد بن حنبل والمحنة النس ذي الاعتزال يا إثماء المحنة النس إصحاب الاعتزال ذي المعتزلة والتعذيب النس والشيع مذر حبوسات من أجل قضية خلق القرآن الكريم وكان السلف الأمة زي الأئمة النغ تغين من عنا تقلس الامتحان أم المحاكم تفتش ذي إسبانيا غال الكنيسة توين العالم السني قال ما تقولوا في القرآن الكريم هل هو مخلوق غير مخلوق مرئ الناس غيره مخلوق تسحب منه الإمامة وتجز جوذان لا يخطب لا يدرس لا يولى القضاء بل ذي الحالات طلق الوظائف يعزل منها المحنة من أحمد بن حنبل شوفوا من الجني العلماء نغ الأمة نغ ورغم ذلك قال الإخوة الكرام رغم ذلك كان الإمام أحمد بن حنبل كان يستغفر لهم ويدعو له استغفارا ويدعو له ما يميه لأن انت الداعية رغم أنه الشيع عمود ذر حبوسات الأتباع النس عذبوا قتلوا ونكل بهم لكن ويكفر حد جملة هكذا الفكرة يكفرت ولكن ويجمع شان ويستغفارا والتتسنت العلماء قارك أو الدمع لك نتغين كفار لا مستغفر لهم الإمام أحمد ماذا يقودون أيها الإخوة الكرام فالزودة حكمة خيوذان أولا ضوابط ذي القواعد ذي المعاملة نغي خيوذان أولا اتهم نفسك أولا شوف الحباب ديالي أول طريق أي إثماء أول طريق ذي الإصلاح أول طريق ذي الإصلاح سواء ذي ثدات فامغاث أريز الإمام الرئيس المؤسسة الجماعة قبر ما تصدرش الحكم خشين الجن اتهم نفسك أولا لو أنت ابدأ بنفسك فنهاها عن غيها فإن اتعظت فأنت حكيم أنت الأول اتهم نفسك أنت الأخ الكريم ابدأ براسك شوف راسك دير واحد دراسة نقدية علشان نشتغل بالعيب ديال الأخ الكريم وأنا مليء بالعيوب فام غاس أترهنق العيوب غاس أترهنق العيوب ندداث النس وخا من النس ذي السيستار والنس شكر هيق العيوب النس العيوب ندمغاث النس العيوب ندار والنس لأن الله عز وجل هو ذي تسقسيشا خاك يوم القيامة من مشك ذي كرعبني عربي ذي سقسانش يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا عربي ذي سقسخ مغاثينو أذي سقسخ ثاروينو أذي سقسخ ثدافينو نجدم الزوارو فبدأ أخي الكريم بدأ سقخ نجدم الزوارو و ذي الصحيح الإمام البخاري مرنا الزغن ريغم الصحابة
ومعرض عجيبان غني رينا من الصحابة. لكن من دي أنا رينا من الصحابة غني الذي ربعا من تبسريين نيل نهار غانغ الإسلام سبح مية الإخوة الكرام. ربما شان الإخوان هذه أسيني قرأ الكلام ماشي حاجة والله لا شمار خزاق فينو نش خزاق فينو بالله لا غانغ الإسلام مزيف بالله غانغ الإسلام ذا زواري يوم يقان ذا زواري غانغ الإسلام ذا نقصير نتحب الصحابة ناس زميري الصحابة غير لقج نجاني حميد غانس غال معاملة الصحابة ما نتجل معاملة الصحابة ما نتجل أخلاق الصحابة ما نتجل الرحمن الصحابة ما نتجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم شل اللي ابتسامة وتنسني اللي قرومي الابتسامة نسنتي اللي ينظلم أما يحمد محمد والله ما نسنس رغم أنه قاغوم ينظلم ابتسم غاس وضحش غاس وش جم خسن ما كايش مشكل لكن ما يجنش يقرأ يروى الإمام البخاري للصحيح النس عن أبي مليكة وأبي مليكة وذج التابعي زي التابعين سرد الإخوة الكرام يقول ابن أبي مليكة للصحيح البخاري يقارك أدركت لنا تابعي يقارك أدركت 30 من الصحابة حافظ 30 الصحابة أدركتهم إن كلهم يخاف على نفسهم النفاق مرة تقذنزي النفاق من إحنا نيني تقذنزي النفاق وجنشي ولا العلماء إنه ينا كبار الصحابة الذين اختارهم الله لصحبة محمد صلى الله عليه وسلم وهم جميعا عدول وهم جميعا عدول والاثنين الخير الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والعشرة وأصحاب بدر نهني جندي المراتب السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ذي مزورة إقارك حافظ خسن مرة تقذنز النفاق إقارس قدير غير المنافق وغانا القصة الإخوة الكرام قبل ما تحكم الخيوذان غانا عمر نخطب الفاروق مع من؟ مع حذيفة بن اليمان حذيفة بن اليمان راوي أحاديث الفتن حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم تغيوك شسر رسول الله صلى الله عليه وسلم جلائي حدث المنافقين المنافقين الملة يعني تخرب الأمة الإسلامية للجماعة ولذلك تغغان غيش ندرس هاني الخميس لأن أنت عيش جروب عشان تحديات يقرب بعض الحركات الاستئصالية حركة الإباحية حركة العلمانية وجينا أوروبا وينا لينا ينا طاروا النغ قارث محمد نور الدين قدوار حمد غاس نسموا النغ هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا تحدي غارغ نشي النهارة المشاكل غارغ وجيك وذن بارا وجيك غير المسلمين لأن غير المسلمين نسن من الزون نسن الرسالة نسن لكن تحدي غمقراني غانغ يمسر من غذخر 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 أقل كيش دي الصف انت نعم سيدي قيش معك الحساب أقل كيش دي الصف انت يا الزون هذي خارب المؤسسة النش هذي خارب الدعوة النش يا الزون هذي شتت ذوي جد المجرمة مقران أما ينين برا هذو معروفين عمر بن الخطاب شوف الاتهام ديال النفس قبل ما تحكم عليا قبل ما خافي تحكم إذا خاش حكمه حكم خيخ في النش عمر بن الخطاب يذهب إلى حذيفة بن اليمان فيقول له يا صاحب سر رسول الله إني أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلعك على المنافقين يكشس اللائحة يكشس اللائس ديس يسمعوا المنافقين الخطيرين يتشكر الخطر خد دعوة من الرسول صلى الله عليه وسلم خل أمة الإسلامية عمر بن الخطاب قرص أستحلفك بالله أشي صدى ربي استحلفك بالله ما يجيين على الرسول زي وذني ذي نزل المنافقين من إحنا ونيتا الفاروق أمير المؤمنين ثاني الخلفاء الراشدين من العشر المبشرين بالجنة شهد بدران وعمر بن الخطاب الذي يفر الشيطان منه يخاف على نفسه من النفاق يتقول خيخ في الناس في رزي صحاب المنافقين من غير نغنش نهارا من غير نغنش المريض نغي يثمع فلذلك أول شيء وهو التهم ذي خفنش
النفاق، أول شيء أن تتهم نفسك أول شيء أن تتهم نفسك بالتقصير وأن تخاف على نفسك. المسألة الثانية يختغنغى عقيدة أهل السنة والجماعة، غنغى يجل المعتقد أنه لا عصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو أمل لا ما زي العقيدة نغجب زي العقيدة من القروة وراء لا عصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شكون المعصوم من الخطأ؟ وهو رسول الله نغلى. أما الناس فخطاؤنا مخطئون. ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء؟ وجاءت على هذه الصيغة فعال كثير الخطأ، وخير الخطائين التوابون. عندنا من ثوابت العقيدة لا عصمة لأحد في بنادم واحد، لكن هذه الأمة بأكملها الأمة الإسلامية بأكملها معصومة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سألت ربي أن لا يجمع أمتي على الضلالة. استقصى الله عز وجل التاريخ يا صدار بالأمين وتموني شخ الضلالة فأعطانيها. يكسر الله عز وجل الإجابة انتنيتا. فالأمة كأمة لا تجتمع على ضلالة، ولكن نش شك كلنا يصيب ويخطئ. إذن من غانغ الإخوة الكرام أن قبل ما تحكم خيوذان الصغيخ في نقان الصاحب خطأ. ذوم دعوذ غيج القصة، والقصة حدثت في مدينة طنجة، ورواها لي بعض الدعاة، وهو القصة ديال الشيخ العلامة السي محمد الجردي. بعض الناس حميت وران يتزاد جاية الطاس تديون في مزيدة وين إقارة سيخ في النسامي صوفيا إقارة الصافي قيوض إقارة الصافي قيكم قوى ذابوش ينجن خاد الزاية رفجع وضخطيغ الأوقات الخمس القرآن السنة إقارة سنيوذن غني تحيث ثغيرين يتوارثنا ميزان انتجل وهن تذجل ملك المقرب جنجيذ معاف. وهذا هو الغرور بالعبادة، هذا هو الغرور، لأن الغرور وجه غسل المال. وخال غرور الالتزام بالسنة سيقسم مظهرك. ما رخصت غير يثماش صنظرا الاحتقار بأنش خاز زيسن. وما يدريك أن الله قد ختم له بالحسنى وأنت خدم لك والعياذ بالله بجهنم. ما يدريك. ألم يقول إن تعلم إنما الأعمال بالخواتيم، الحديث الطويل، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار. ألم يقول هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فغان غيوذن فالشيخ الجردي الناس اللي جوا ما يزود يجرب مع هذا النوذن ما مش جان الناس إن من منكم لم يخطئ هذا الشهر مع الرقين دمه أمر خمركنا وذا ذي شهارة ويقبوا الخطأ ما رنقموا ما توقفش نحاش تعفن شعومة نش ما رسكتوا. من منكم لم يخطئ هذا الأسبوع ما الرسقان؟ من منكم لم يخطئ هذا اليوم؟ سكتوا. إن سبحان الله وخذيم شهارة وخذيم السيمانية وخذيم نهارة ما الرسقان؟ إن سلكني وذي الملائكة نش لا يجوز لي أن أصلي بكم الجمعة قنشط البشر والبشر لا يجوز له أن يصلي بالملائكة. علاش جاب الشيخ هذا الشيء؟ علاش؟ باش يهرس هذاك الغرور يغاصن غير وقدان. أنا أحسن منك، أنا خير منك، مش قوضغ ودوي قان قوضغ ودوي قان غو شمارة نتعية بخصوصية يقارس الشيخ النسبة عليه مزيدة وينقف وضض صافي وعبود ربك حتى ياتيك اليقين قوشي غش اليقين هل جنش كتار ونش هاك نهار ذون غأهل السنة غأهل السنة يقارك لا ذنش رباقي كوستة تمسي بابا إلا نشوها إلا نش نشدهم الدكرين.